اهلا وسهلا بيكم، انا ميس ايات ساينس تيتشر. بدانا مع بعض منهج جونيور 5 وخلصنا كونسبت 1 الحمد لله. النهارده باذن الله هنبدا مع بعض كونسبت 2. طيب خلينا كده نبدا مع الماء كاهم الموارد الطبيعيه في الارض او على الارض. طيب احنا طبعا اتكلمنا عن الميه واتكلمنا عن اهميه الميه. النهارده هنبدا نزود شويه تفاصيل على المسطحات المائيه اللي احنا اتكلمنا عليها. تعالى كده نفهم مع بعض بالراحه هنبدا نتكلم عليها. طبعا استخدامات الميه اللي اتكلمنا عليها قبل كده بس حابه ان انا افكرك بيهم وازود لك شويه حاجات. طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنستخدم الميه في الشرب، الاستحمام، تنظيف الخضروات والفاكهه، الصيد، نقل البضائع عبر السفن. بص بقى كمان كان عندي ايه، انا النهارده عايزه اقول لك كمان ان احنا بنستخدم الميه دي في توليد الكهرباء عن طريق ايه، السد العالي. بنبدا ان احنا عن طريق السدود عامه والسد العالي عندنا هنا بنبدا نولد كهرباء. وكمان بنستخدم الميه في الزراعه، ما اعتقدش ان في حد مش عارف ايه هي استخدامات الميه. طيب خلينا كده نكمل. بما اننا كنا اتكلمنا على نسبه الميه واتفقنا ان احنا عندنا نسبه ميه عذبه قليله جدا وهي 3.5 بس في الميه، فدلوقتي عايزين بقى ان احنا نتكلم ازاي ممكن نرشد استخدام الميه دي ونقلل استخدامها بحيث ان هي تفضل معانا لفتره كبيره في المستقبل. اول حاجه كده عايزين نقول ان احنا المفروض نعمل ايه، غلق الصنبور اثناء غسل الاسنان. لما بنيجي نغسل سناننا طبعا احنا بنفضل بقى نغسل سناننا مثلا نقول دقيقه دقيقتين، كل ده الميه بتكون نازله من الحنفيه كتير جدا وكل الميه دي بيتم اهدارها. فلازم ان احنا نعمل ايه، لازم ان احنا نبدا نقفل الصنبور. عمال بقى بنخلص احنا غسل اسنان ممكن نستخدم كوبايه، ممكن نفتح بس لما نيجي ايه نغسل سناننا. تاني حاجه نفس الحكايه، غلق الصنبور اثناء غسل الشعر. نقعد طبعا نغسل شعرنا فتره طويله بالشامبو وكل ده الميه شغاله جنبنا، لا المفروض ان احنا ايه نقفل الصنبور لغايه ما نخلص غسل الشعر. وتالت حاجه كمان ان احنا ما نقعدش فتره كبيره بقى في ايه ان احنا ناخد شاور يعني او ان احنا نستحمى في وقت طويل، لا المفروض ان احنا ايه تقليل زمن الاستحمام بحيث ان احنا نمنع اهدار الميه. يبقى اول حاجه غلق الصنبور اثناء غسل الاسنان، تقليل زمن الاستحمام، وغلق الصنبور اثناء غسل الشعر. طيب خلينا نبدا بالمسطحات المائيه على الارض. هتقول لي طب ما احنا اتكلمنا عليها، هقول لك احنا اتكلمنا عليها بس انا عاوزه ازود شويه تفاصيل على المسطحات المائيه وبالمره افكرك باللي احنا قلناه. خلينا نبدا كده بالانهار اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان نوع الميه فيها ميه عذبه، واتفقنا ان الميه العذبه دي بتبدا ان هي تتكون عن طريق تدفق الماء من منطقه مرتفعه الى منطقه منخفضه عشان تكون النهر، صح؟ طيب انا دلوقتي بقى عايزه اقول لك نقطه انطلاق النهر بتبدا منين؟ بدايه النهر بتبدا فين؟ بتبدا من على جبل. فبيقول لي ان الموقع بتاع الانهار هو الجبال. تبدا نقطه انطلاق تدفق النهر بالجبال. طيب تمام، يبقى احنا فهمنا ان النهر هيبدا من ايه؟ اعلى الجبل. هينتهي فين بقى؟ سوري. النهر ده هيبدا ان هو ينتهي عند التقائه ببحر او محيط. فقال لي ينتهي تدفق النهر عند التقائه بالنهر بالبحر او بنهر اكبر. يبقى خد بالك بقى انا دلوقتي بقول ايه زياده، بقول ان نقطه بدايه النهر هتكون جبل ونقطه نهايته التقائه ببحر او بنهر كبير. طيب نقطه الالتقاء دي، نقطه نهايه النهر وتقابله مع بحر، هتكون لي حاجه اسمها المصب. تاني لسه كنت بقول لك نقطه بدايه النهر هي الجبل ونقطه نهايته هي التقاء ببحر. خلاص البدايه جبل تمام، ايه بقى نقطه النهايه بتاعه النهر دي؟ نقطه نهايه النهر التقاؤه ببحر. طب هي الميه بتاعه النهر ميه ايه، عذبه ولا مالحه؟ لا دي ميه عذبه. طيب والبحر ميه مالحه. نقطه الالتقاء بتاعه البحر والنهر، النهر والبحر، هتلاقي ان هي هتكون لك حاجه اسمها المصب. وعشان كده لما نيجي نتكلم على نوع الميه هنقول ان هي مزيج من الماء المالح والعذب، مزيج من الماء المالح والعذب. ليه؟ لان انا زي ما بقول لك نهر عذب مع بحر مالح. طيب الموقع عند التقاء النهر بالبحر. عايزين نعرف بقى انه بما ان النهر ده المصب ده نقطه التقاء النهر بالبحر وفي مزيج من الماء المالح والعذب، هلاقي ان في الالاف من النباتات والحيوانات اللي بتعتبر المصب ده موطن ليها بتعيش فيه. خليني اجي هنا عشان تشوفوا. تعد مصبات الانهار نظاما او موطنا للالاف وموطنا للالاف من النباتات والحيوانات، الاف من النباتات والحيوانات اللي بتعيش في المصب، لان زي ما بقول لك كده الميه فيه مزيج من الماء المالح والعذب. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن
البحيره. ايه البحيره دي؟ قال لي ان البحيره دي هي عباره عن مسطح مائي كبير محاط باليابسه من جميع الاتجاهات. مسطح مائي كبير محاط باليابسه من جميع الاتجاهات. طيب قال لي بالنسبه للميه بتاعه البحيره فهي ولا ميه مالحه ولا ميه عذبه. قال لي ان البحيره بقى، خلي بالك بقى كده وركز معايا، جمع معايا الفرق ما بين المصب وما بين البحيره. البحيره هبدا اقول عليها ان الميه فيها زي ما احنا ما قلنا قبل كده، معظم البحيرات ميتها ميه عذبه وبعض البحيرات ميتها ميه مالحه. خد بالك ان انا في المصب بقول ان هو مزيج من الماء العذب والمالح، اما البحيره فلا، معظم البحيرات عذبه وبعضها مالح. يعني في بحيره عذبه وفي بحيره مالح، منفصلين عن بعض، لكن المصب هو اللي ايه، مزيج من الماء المالح والعذب. الموقع بقى، البحيره عشان اكونها عايزاك كده تفكر معايا ان انا لو انا واقع هنا على، نفترض ان انا ايدي دي هنا كده هي الارض، لو واقع على الارض وهي مسطحه كده، لو واقع عليها ميه، هل الميه دي هتبدا ان هي تتجمع في اي حته ولا عادي هتبدا ان هي تتفرق؟ لا هتتجمع فيه، مفيش مكان تتجمع فيه. بس على العكس لو انا بقى خليت في منطقه منخفضه كده في الارض، هتبدا ان الميه تقع وتتحوش ايه. فعشان نبدا بقى ان احنا نكون البحيره، لازم يكون عندي مكان ايه، لازم يكون عندي مكان منخفض بحيث ان الميه لما تنزل تتجمع فيه. فبنقول ان مكان تجمع البحيرات هو بتتجمع في مناطق منخفضه. فالمكان اللي بتبدا تتجمع فيه البحيرات هي ايه؟ مناطق منخفضه. يبقى المناطق اللي بتبدا تتكون فيها البحيرات هي مناطق منخفضه. تمام، يبقى معظم البحيرات ميتها ميه عذبه، بعضها ميه مالح. وطبعا احنا عارفين ان البحيره هو عباره عن مسطح مائي محاط باليابسه من جميع الاتجاهات. الموقع بتاع تكوينه هو ايه؟ منطقه منخفضه. خلاص، طيب خلينا نكمل. طيب الاراضي الرطبه، يعني ايه اراضي رطبه؟ عباره عن ارض بيكون فيها ميه ولكن منسوب الميه اعلى شويه صغيرين من الارض، يعني ارض عليها شويه صغيرين ميه. فبنقول ان الاراضي الرطبه هي عباره عن مناطق يكون فيها منسوب المياه اعلى قليلا من مستوى سطح الارض. مناطق يكون بها منسوب المياه اعلى قليلا من مستوى سطح الارض. طيب خلي بالك بقى عشان ده مهم جدا، الامثله بتاعه الاراضي الرطبه زي المستنقعات والبرك. يعني انا لما اجي اقول لك اديني مثال على ارض رطبه، ممكن تقول لي المستنقعات او البرك. تمام، يبقى خد بالك في الاراضي الرطبه بنقول ايه؟ بنقول ان هي عباره عن اراضي يكون فيها منسوب المياه اعلى قليلا من مستوى سطح الارض. المياه اللي فيها طبعا هي مش مياه مالحه، يعني هي مياه عذبه. وبنقول كمان ان مثال على الاراضي الرطبه زي ايه؟ زي البرك والمستنقعات. طيب المياه الجوفيه، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن المياه الجوفيه وعارفين ان احنا بنلاقيها فين بقى؟ فوق سطح الارض ولا تحت سطح الارض؟ لا بنلاقيها تحت سطح الارض. طيب هي بالنسبه للمياه الجوفيه دي كانت مياه عذبه ولا مالحه؟ كانت مياه عذبه. دلوقتي بقى انا عايزه اجيب لك الموقع بتاعها، ازاي المياه الجوفيه دي بنلاقيها؟ قال لي ان انا بلاقيها ما بين شقوق ومسام الصخور الممتده تحت الارض. فبنلاقي مياه جوفيه عذبه ما بين ايه؟ شقوق ومسام الصخور الممتده تحت الارض. قال لي ان في مياه جوفيه كتير قوي تحت الارض، اكتر من اللي موجوده، اكتر من الميه اللي موجوده في الانهار والبحيرات. تمام، طيب خلينا نكمل. المحيط، بص بقى كده معايا في المحيط، عشان طبعا نوع الميه مالحه، عايزاك بقى تركز في الموقع بتاع المحيط. زي ما انا شايفه كده، بص انا جبت لك الخريطه عشان نشوف مع بعض ان كل الازرق ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه، صح؟ طيب هي الميه دي بتحيط بايه؟ الميه دي بتلاقيها ان هي بتحيط بكل القارات. احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا محيطات كتير، محيط هندي، محيط هادي، محيط اطلنطي. طيب كل المحيطات دي لو بصيت كده هتلاقي ان هي كلها متصله ببعضها. فبقول ان المحيطات توجد تحيط بالقارات وتتصل المياه، مياه المحيطات جميعها ببعض. كل مياه المحيطات متصله ببعض وكلها ايه؟ بتحيط بالقارات. طيب بس عايزين نقول بقى حاجه غريبه او ممكن احنا نكون بنستغربها، ان انا لو بصيت في القاع بتاع المحيط بلاقي ان قاع المحيط فيه جبال وسهول. ازاي في جبال في القاع بتاع المحيط؟ اصل انا عندي جبال، عندي محيطات الارتفاع بتاعها كبير جدا لدرجه ان انا الاقي جبال وسهول في ايه؟ في قاع المحيط. يبقى تاني بنقول ايه؟ بنقول ان المحيط ده بيحيط بالقارات
بيتصل مياه المحيطات جميعها ببعض وبلاقي في قاع المحيط جبال وسهول. تعالي نكمل. كل المسطحات المائية الآتية عذبة ما عدا مياه جوفية، أنهار، أمطار، بحار. طبعا الوحيد المياه ومش عذبة البحار. تسمى منطقة التقاء النهر بالبحر أو المحيط، طبعا المصب اللي هو مزيج من الماء المالح والعذب. بص بقى السؤال ده، البرك والمستنقعات أنواع مختلفة من إيه؟ إحنا اتفقنا مع بعض من الأراضي الرطبة. حد يعرف يقول لي تعريف الأراضي الرطبة؟ إيه بقى؟ أراضي تكون بها منسوب المياه أعلى قليلا من مستوى سطح الأرض. طيب، تعتبر الماء موردا طبيعيا مهما لأنه يحافظ على التوازن البيئي، ضروري لعملية البناء الضوئي، يحافظ على البيئة جميع ما سبق. طبعا كل ده بيخلي المية مورد مهم. مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات، نهر ولا بحيرة؟ طبعا بحيرة. يمكن ترشيد استهلاك المياه عن طريق تقليل زمن الاستحمام ولا فتح ماء الصنبور باستمرار؟ أكيد تقليل زمن الاستحمام. معظم مصادر المياه صالحة ولا غير صالحة للشرب؟ طبعا احنا أغلب المية أصلا عندنا ملحة، فبالتالي أغلبها غير صالحة للشرب. تحتوي على خليط من الماء المالح والعذب، ده مين؟ طبعا المصبات. يعتبر من الموارد الطبيعية على سطح الأرض، ألمونيوم ولا بلاستيك؟ الموارد الطبيعية طبعا زي مين؟ زي الألمونيوم. كل المعادن عامة موارد طبيعية بنجيبها من باطن الأرض. المياه المالحة هي التي تغطي معظم مساحة الأرض، طبعا صح 96.5. يعتبر الماء من الموارد الصناعية على الأرض، غلط طبعا. الماء والمعادن اللي موجودة في باطن الأرض دي موارد طبيعية، غلط طبعا. المحيطات هي مسطحات مائية كبيرة من الماء المالح تحيط بالقارات، طبعا صح. المياه الجوفية هي مياه جارية على سطح الأرض، طبعا تحت سطح الأرض، غلط. علل لما يأتي. المياه المالحة على سطح الأرض لا نستطيع استخدامها في الشرب. ليه ما بنشربش مياه مالحة؟ أكيد عشان فيها نسبة أملاح كبيرة لارتفاع تركيز الأملاح بها. اذكر اتنين من استخدامات المياه. أنا غلبت الشرب وتوليد الكهرباء، أنت ممكن تكتب أي حاجة. طبعا احنا زي ما اتفقنا قلنا شرب، تنظيف، نقل بضائع، توليد كهرباء، زراعة، صناعة، كل حاجة بتدخل فيها المية، فممكن تكتب أي استخدامات أنت عايزها. طيب خلينا نكمل كده مع بعض. المسطحات المائية العذبة على سطح الأرض، عايزين نعرف إن المية العذبة اللي هي تعتبر محدودة جدا وقليلة بيعيش فيها حوالي 10% من الكائنات الحية أو من الحيوانات بيعيشوا في مية عذبة. طيب إيه المشكلة؟ أي المشكلة إن في الفترة الأخيرة المية بدأت تواجه مشاكل زي نقص الجودة والندرة. زي إيه؟ نقص الجودة والندرة. نقص الجودة والندرة بمعنى إيه؟ بمعنى نقص الجودة يعني إن المية اللي موجودة جودتها قليلة، يعني مش كويسة، رديئة، ملوثة، ما تنفعش، لا تصلح للاستخدام. والندرة معناها إن هي شحيحة أو قليلة، كميتها قليلة. فبيقول لي ان احنا في الاونه الاخيره بدانا ان احنا نواجه المشكلتين دول. مشكلتين ايه؟ نقص الجوده والندره. وبما ان في 10% من الكائنات الحيه عايشه في ميه عذبه، فقال لي ان الكائنات الحيه دي بدات ان هي تسبب بدات ان هي تتاثر بايه؟ بنقص جوده الميه. فقال لي ان انا عندي نقص جوده الميه ادى لايه؟ ادى لفقدان حياه الالاف من البشر. كل سنه بيبدأ إن آلاف من البشر يموتوا بسبب نقص جودة المية. وتاني حاجة، موت وانقراض بعض الكائنات الحية زي الأسماك والبرمائيات. تاني بنقول إيه؟ بنقول إن نقص جودة المية أدت لفقدان حياة الآلاف من البشر كل سنة بسبب إيه؟ إن المية جودتها قليلة، وكمان انقراض بعض الكائنات الحية زي الأسماك والبرمائيات بسبب نقص جودة المية. طيب خلينا نكمل كده. تاني حاجة بالنسبة للندرة، فقال لي ان المية اصبحت شحيحة جدا، فاصبح ان المناطق اللي فيها مية عذبة صالحة للاستخدام قليل جدا. فقال لي طبعا ايه ده؟ بيهدد حياة الكائنات الحية. قال لي جميع الكائنات الحية تحتاج الى المياه العذبة للبقاء على قيد الحياة، ولذلك يحاول الانسان الحفاظ عليها وتخزينها. ازاي؟ ازاي الانسان بدأ يفكر ان هو يحاول يحافظ على المية ويبدأ ان هو يخزن المياه العذبة دي عشان هي مهمة بالنسبة له وبقت محدودة جدا؟ قال لي عن طريق بناء السدود. يبقى ركز معايا كده عشان انا دلوقتي اخدت استخدامين للسدود. اول واحد في استخدامات المياه لما قلنا ان السدود بتعمل ايه؟ توليد كهرباء. تاني حاجة لما اتفقنا ان المياه بتبدأ ان هي بنبدأ نستخدم السد عشان نبدأ نخزن المياه. يبقى انا لما اقولك الانسان بدأ يفكر ازاي انه يحافظ المياه ويخزنها، هتقولي عن طريق بناء
السدود. لو جيت قلت لك اذكر استخدامات السد، هتقول لي ايه؟ توليد الكهرباء وكمان تخزين الميه والحفاظ عليها. طيب عايزين نتكلم على حاجه اسمها مستجمعات الميه. يعني ايه مستجمعات الميه؟ تعالى نشوف كده مع بعض. انا هنا عندي جبل، عندي امطار. الامطار دي لو بصيت كده معايا هتلاقي ان هي جايه من مصادر مختلفه، بمعنى جايه من كذا اتجاه. انا هنا عندي ميه نازله، هنا جاي عندي ميه، جاي هنا ميه، جاي هنا ميه، جاي من اماكن كتير ميه. الاماكن الكتير دي بنقول ان هي مصادر مختلفه، بس في حاجه بقى ما بينهم ان كل الميه دي بدات ان هي تنزل وتتجمع في مكان واحد او تنزل في اتجاه واحد عشان تبدا ايه؟ تكون لي مكان مشترك واحد. فبيقول ان مستجمع الميه ده هو عباره عن منطقه بتتجمع فيها المياه من مصادر مختلفه وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقه مشتركه. تاني بنقول ان هي منطقه بتتجمع فيها ميه. خلي بالك احفظ معايا عشان ده مهم جدا. يعني ايه مستجمع ميه؟ قال لي ايه؟ منطقه بتتجمع فيها الميه من مصادر مختلفه، منطقه تتجمع فيها الماء من مصادر مختلفه وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقه مشتركه. تتجه في اتجاه واحد نحو ايه؟ منطقه مشتركه. تعالى نقوله مع بعض. هي المنطقه دي بتتجمع فيها الميه اللي جايه منين؟ جايه من مصادر مختلفه، مصدر اهو، مصدر ومصدر ومصدر، مصادر مختلفه بس كلها بتتجه في ايه؟ اتجاه واحد نحو ايه؟ نحو منطقه مشتركه. خلينا بقى ناخد حاجه تانية وهي اسمها جداول الميه. ايه هي جداول الميه؟ جداول الميه دي هي عباره عن روافد من الماء اللي بتبدا روافد اهي صغيره، بتبدا ان هي تصب في مكان اكبر اللي هو الانهار، ومن الانهار تصب في مكان اكبر منه اللي هو ايه؟ مسطح مائي كبير. يبقى يعني ايه جدول مائي؟ روافد تتدفق الى انهار اكبر حجما وتصب فيه مسطحات مائيه اكبر. خد بالك انا جايباهم ورا بعض عشان انتوا تتلخبطوا ما بينهم. المستجمع المائي والجداول المائيه. المستجمع المائي هو عباره عن منطقه بتجيلها ايه؟ بتجيلها الميه من مصادر مختلفه بس بتتجه في اتجاه واحد نحو منطقه مشتركه وتجمع لك مستجمع مائي. الجداول المائيه روافد، الروافد دي بتبدا تتدفق الى الانهار ومن الانهار الى مستجمعات مائيه او مسطحات مائيه اكبر. يبقى روافد تتدفق الى انهار اكبر حجما وتصب في مسطحات مائيه اكبر. دلوقتي بقى الميه اللي احنا بنتكلم عليها دي قال ان هي ليها حاجه من الاثنين، يا اما الميه دي يكون فيها توازن على الارض يا اما يكون فيها عدم توازن. ازاي يحصل عدم توازن؟ ان الميه تقل قوي او ان الميه تزيد. لو الميه قلت منسوبها هيقل هتسبب جفاف، اما لو الميه زادت منسوبها هيزيد في البحار والمحيطات اكتر من هما ما يستطيع ان هما يحتووا على ماء فهيحصل فيضان. اول حاجه الثانيه ان يحصل توازن مائي، ودلوقتي هنتكلم عليه. خلينا الاول في عدم التوازن. قال لي تتاثر المسطحات المائيه عند سقوط الامطار بشكل غير متوازن. اذا كان هطول الامطار اكثر مما يمكن للنهر او المجرى المائي ان يحتوي فسوف يؤدي الى حدوث فيضان، اما اذا كانت الامطار قليله جدا فسينخفض مستوى الماء ويحدث جفاف. طب الحاجه الثانيه بقى، لو انا كان عندي توازن مائي. قال لي لو عندي توازن مائي هيخلي المجرى المائي بتاعي ثابت، بمعنى ان المورد اللي انا باخد منه ميه يكون ايه؟ ثابت معايا وفي ميه طول الوقت. فقال لي واذا كان هناك توازن في منسوب المياه فسيجعل ذلك المجرى المائي او النهر موردا ثابتا للمياه. يبقى عدم اتزان واتزان. عدم اتزان بزياده فيضان، عدم اتزان بنقصان جفاف. اتزان ده يخلي المورد المائي بتاعي ايه؟ ثابت طول الوقت في ميه فيه. طيب عندي حاجه بقى اسمها خريطه المستجمعات المائيه. فاكر المستجمعات المائيه؟ تعالى نقوله مع بعض. يعني ايه مستجمع مائي؟ هي منطقه تتجمع فيها الماء من مصادر مختلفة وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. فقال لي بقى عندي خريطة اسمها خريطة المستجمعات المائية. تعالى كده بص معايا، عايزين نعرف ايه من الخريطة دي. ركز معايا بقى شوية عشان الخريطة دي ايه هتقعد معايا شوية كده. الخريطة دي فيها ايه؟ أول حاجة بداية المية. بداية المية على طول بنسميها المنبع. المنبع ده هو المكان اللي جاي منه المية، بس اكيد الميه دي هتبدا ان هي تمشي وتتحرك وتبدا ان هي تروح وتنزل وتنتشر في اماكن كتير. فهنقول ان المكان اللي الميه دي بتصب فيه، المنبع ده بيصب فيه، هو اسمه ايه؟ المصب.
هسألك سؤال كده قبل ما نشرح وقبل ما نقول أي حاجة. أنا دلوقتي مثلا لو أنا معايا إزازة، الإزازة دي أنا بكب منها في كوباية. الإزازة دي بالنسبة لي هي المنبع اللي أنا بجيب منه المية، والكوباية هي المصب اللي أنا بصب فيه المية. طيب لو أنا الإزازة اللي معايا دي فيها مية ملوثة وكبيت منها في الكوباية، المية اللي في الكوباية هتكون ملوثة ولا لأ؟ أكيد هتكون ملوثة. فبالتالي بنقول إيه؟ بنقول إن أي حاجة بتحصل في المنبع بتأثر في المصب. فلو حصل تلوث في المنبع أكيد المصب هيكون ملوث. لو حصل زيادة في منسوب المية في المنبع أكيد هيحصل زيادة في منسوب المية في المصب. لو حصل نقصان في منسوب المية في المنبع أكيد هيحصل نقصان في منسوب المية في المصب. فبالتالي بنقول إيه بقى؟ بنقول المسطحات المائية متصلة ببعضها، ولهذا فإن ما يحدث في المنبع سوف يؤثر في المسطحات المائية في اتجاه المصب. اللي بيحصل في المنبع طول الوقت يأثر في كل المسطحات المائية اللي من ناحية إيه؟ اللي في ناحية المصب. ولذلك إذا قلت مياه المنبع فسوف تقل مياه المصب. اللي يحصل في المنبع يأثر على طول فين؟ في المصب. طيب هي مستجمعات، خرائط مستجمعات المية اللي أنا كنت لسه جايباها دي، إيه أهميتها؟ قال لي إن أهميتها إن هي بتبدأ تعرفنا شوية حاجات. أول حاجة بتقولي المسطحات المائية اللي هتتأثر بما يحدث في المنبع، بمعنى تعالى كده نبص كده، يعني أنا بالمنظر ده أقدر أقول لك آه ده هي لو النقطة ب حصل فيها تلوث ده كمان النقطة ج هتتلوث. يعني المسطح المائي ده، المسطح المائي ج، أنا عرفت إن هو هيتلوث بمجرد ما بصيت ليه؟ لخريطة المستجمعات المائية. عرفت اللي حصل في المنبع، اه ده ج ده المسطح المائي هنا هيتلوث. فقال لي ايه؟ يبقى اول حاجه بتعرفنا المسطحات المائيه اللي هتتاثر بما يحدث في المنبع. تاني حاجه معرفه كيفيه القيام برحله في مركب، بما انها هي خريطه مستجمعات مائيه، خريطه بتوريك الميه فين، فبيقول لك ايه؟ معرفه كيفيه القيام برحله على مركب. وتالت حاجه كيفيه الحصول على مياه صالحه للشرب، بما ان تاني دي خريطه مجمعه لك كل الميه وكل المصادر بتاعتها. يبقى خريطة المستجمعات المائية ليها أهمية زي إيه؟ أول حاجة بتعرفك مين المسطحات المائية اللي هتتأثر باللي بيحصل في المنبع. تاني حاجة هتعرفك المسطحات، هتعرفك كمان لو عايز تقوم برحلة على مركب، وكمان هتعرفك فين المناطق اللي فيها مية صالحة للشرب. طيب طبعا مهم إن احنا نكون عارفينها. كيف حاولت تتبع تأثير حدث وقع في إحدى مناطق مستجمعات المياه؟ إزاي قدرت إن أنت تتبع ده؟ قال لي يمكننا تتبع روافد النهر عند التقائها بمسطحات مائية أخرى ومعرفة مكان تصريف المياه في النهاية، وكانت في المسطح المائي المشترك. بمعنى إن أنا ممكن إن أنا أتتبع اللي حصل الروافد بتاعة النهر. فاكر كده لما قلت لك الجداول المائية روافد بتتدفق للأنهار ومن الأنهار لمسطحات مائية أكبر؟ فأنا ممكن إن أنا أتتبع إيه؟ أتتبع ده وأعرف إيه التأثير اللي هيحصل في المصب. طيب إيه المعلومات اللي بقى مقدرش أحصل عليها من خرائط مستجمعات المية؟ في حاجات مقدرش أحصل عليها. إيه الحاجات اللي مقدرش أحصل عليها؟ لو أخدت بالك كده خريطة مستجمعات مائية يعني فيها إيه؟ فيها المية بس. طب سؤال، هي مش المية دي أكيد عندها في كائنات حية بتعيش؟ أكيد عادي، مية يبقى أكيد في أراضي حواليها وفيها كائنات حية بتعيش. هل خريطة مستجمعات الماء دي عرفتني إيه الكائنات اللي بتعيش؟ لا. فبالتالي المعلومات اللي مقدرش أحصل عليها من خرائط مستجمعات الماء، قال لي إن هي لا توضح المجتمعات أو مجموعات الكائنات الحية التي ستتأثر بالسيناريو المحتمل. المحتمل بمعنى إن السيناريو المحتمل ده اللي إحنا كنا لسه جايبينه في الخريطة، إن اللي حصل مثلا في باء هيأثر في جيم. فأه ماشي هيأثر في جيم كمية، بس هل أنا عارفة مين الكائنات الحية اللي عايشة في النقطة جيم دي؟ لا. فبالتالي ايه؟ الخرائط بتاعت مستجمعات المية مش بتوضح ايه مجتمعات الكائنات الحية اللي هتتأثر، ولكنها تظهر فقط ايه؟ المياه. ولذا يجب علي استخدام خريطة اخرى لمعرفة الكائنات الحية التي قد تستخدم هذه المياه. فبالتالي لو احنا عايزين نعرف بقى جيم كده كمسطح مائي هيتلوث، مين الكائنات الحية اللي هتتأثر؟ ممكن نجيب خريطة تانية ونعرف مين اللي عايش في المنطقة بتاعت ايه؟ المنطقة اللي انا حددت فيها اللي هيحصل التلوث. تعالى كده نحل مع بعض. منطقة تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة وتتجه في اتجاه واحد، مين دي؟ أراضي رطبة، مستجمعات مياه، دلتا، مصبات. طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان هي ايه؟ مستجمعات المياه.
يحدث عند تجاوز مقدار سقوط الامطار مستوى ارتفاع الانهار. ده مين؟ طبعا ده الفيضان طالما ارتفاع مستوى المياه. تستخدم خريطه لمعرفه كيفيه الحصول على مياه صالحه للشرب. عايز اعرف الخريطه اللي ممكن تقول لي ده المكان ده فيه مياه صالحه للشرب. هل خريطه الموارد الطبيعيه، مصادر الطاقه، مستجمعات المياه، ولا مظاهر السطح؟ طبعا مستجمعات المياه. كل مما ياتي من المخاطر التي تتعلق بالمياه ما عدا قله سقوط الامطار، تلوث المياه، ندره المياه، حركه المياه الى مسطح مائي كبير. طبعا كلها مشاكل ما عدا ايه، حركه المياه المسطح كبير دي مش مشكله. يعتبر احدى الطرق التي يستخدمها الانسان للتحكم في المياه والحفاظ عليها. لسه قايله لك بقى مين ده؟ ده السدود. بناء السدود هو اللي ممكن يساعدني ان انا اتحكم في المياه واحافظ عليها. عندما يقل مقدار سقوط المطر ده هيسبب ايه؟ طبعا جفاف. عند حدوث تلوث بالقرب من احد روافد النيل، ينتقل هذا التلوث عبر الجداول، عبر جداول المياه الى طبعا مستجمع المياه. من النيل هيبدا يروح لايه؟ للمكان اللي هو بيتدفق اليه اللي هو مستجمع المياه. عندما يكون مقدار سقوط الامطار قليل جدا، ينخفض مستوى المياه ويجف النهر. ها مقدار الامطار قليل، طبعا هينخفض مستوى المياه وفعلا هيقل النهر. من المخاوف الرئيسيه المتعلقه بالمياه الندره ونقص الجوده. طبعا صح. ماذا يحدث عند هطول الامطار اكثر مما يمكن للنهر او المجرى المائي ان يحتوي؟ نزلت امطار كتير جدا اكتر من النهر ما قادر يشيل، ده هيسبب ايه؟ طبعا هيسبب حدوث فيضان. نقص جوده المياه العذبه، قلنا بقى لو جودة قلت هيبدأ ده يسبب ايه؟ موت الالاف من البشر كل عام، وانقراض بعض الحيوانات او الكائنات الحية زي الاسماك والبرمائيات، يؤدي الى فقدان حياة الالاف من البشر كل عام، وانقراض بعض الكائنات الحية مثل الاسماك والبرمائيات. منطقة تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة وتتجه في اتجاه واحد. مين دي؟ ده طبعا مستجمع المياه. روافد تتدفق الى انهار اكبر حجما وتصب الى مسطحات مائية اكبر. ده مين؟ الجداول المائية. خلي بالكوا الاتنين دول مهمين جدا 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 ومهمين، احفظهم كويس. طيب وكده نكون خلصنا اول درسين في المفهوم التاني. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي واحنا بنخلص المفهوم التاني.